إنقاذ نقطة من الثلاث نقاط المفقودة. لؤي وائل بدأ يزيد، محمود عبد الحكيم راح ناحية اليمين على طول، بابا أركو في الجنب اليمين بيحاول يواجه الملعب بوشه ويعمل عرضية خطيرة جدا، ضربة الرأس، هوبا، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل. محمد فضل، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الأول، هدف التعادل. لسه بقول لحضراتكم نادي الإنتاج الحربي بيبحث عن هدف الإنقاذ، هدف إنقاذ نقطة من الثلاث نقاط المفقودة، وهدف، شوف عرضية بابا أركو ما كانش لازم يلف ويواجه بوشه، ادي ضربة الراس، وادي ضربة الراس من جده ومتابعة محمد فضل عشان يسجل محمد فضل أغلى أهداف الإنتاج الحربي وهدف أول ليه هذا الموسم. عرضية بابا أركو، رأسية جده، متابعة محمد فضل، 1-1. وادي بقى عباس حسن الحكم الرابع.